إن أعضاء أوبك باتوا يديرون خطط وإنتاج وصناعة نفطهم بكامل سيادتهم التي يرسمون من خلالها سياساتهم النفطية بما يعزز مصالحهم واستثماراتهم التي تؤدي إلى النماء والارتقاء، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مسؤولية المنظمة لا تنتهي عند حدود التصدير بل تتعداها إلى عمليات التنظيم السوقي وضبط نطاق الأسعار بما يحقق سعراً عادلاً للمنتجين والمستهلكين، لأن الارتباك في منظومة السلات النفطية ستكون له آثار عكسية تلحق الضرر بطرفي المعادلة النفطية. ولا شك بأن دخول الغاز الطبيعي والمصاحب في سوق الاستثمارات الخاصة بالطاقة قد أضاف مسؤوليات جديدة على الدول الأعضاء بعد أن أصبح الغاز مورداً حيوياً باستعمالاته التي تدخل في صناعات كثيرة. لهذا فإن التخطيط والتنظيم والمسؤوليات تتضاعف، وهو ما يستدعي من الدول الأعضاء أن تضع نصب عينها التحديات المضاعفة التي باتت تواجهها. يجب أن نضع أيضاً في حساباتنا أن العالم صار يبحث عن بدائل للطاقة التقليدية ويتجه نحو مصادر الطاقة البديلة التي من المتوقع أن تكون منافساً حقيقياً للنفط والغاز في غضون سنوات قليلة. يأتي هذا في ظل الالتزامات الدولية المنشغلة بموضوع التغيير المناخي الذي تسبب بآثار ضارة لجميع دول العالم. لهذا يجب أن نستعد من الآن ونضع الخطط التي تجعلنا مواكبين للتحولات العالمية نحو بدائل الطاقة، وهو أمر ستكون له انعكاسات حاسمة في مستقبل الثروة النفطية.